السادة الحضور، والآن مع الإعلان عن نتائج الإصدار الثالث من مسابقة جائزة عمرو سعودي في مجالات معالجة المياه، ويعرضها دكتور مهندس حاتم سعودي مدير المسابقة. Ladies and gentlemen, now the announcement of the third edition results of Amr Saudi Award competition in the fields of water treatment. Amr Saudi Water Treatment Award, presented by Dr. Engineer Haitham Saudi, director of the competition. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على عمرو سعودي Water Treatment Award الثيرد اديشن ليها. هنتكلم الاول على التوبكس بتاعت السنه دي. طبعا ده الثيرد اديشن ليها، هي ابتدت من 2020 وبتعمل كل سنتين 2020 و2022 و2024. التوبكس بتاعت الاديشن ده ديسلينيشن براين مايننج ديزاين اوبتمايزيشن كيس ستاديز انرجي كونسومشن اوبتمايزيشن كيس ستاديز جرين هيدروجين برودكشن فروم ووتر innovative technologies, operation and maintenance case studies, renewable energy to power desalination systems, water economics and financing, water management case studies, water quality monitoring and control, project water project construction management case studies, water public private partnership. على مدار ال editions اللي فاتت والمرة دي، طبعا مع تغير الزمن قيمة المسابقة نفسها، قيمة الجائزة قصدي نفسها اتغيرت. من في أول إديشن في 2020 من 10 لغاية 30,000 كان الجائزة الثالثة لغاية الجائزة الأولى، لغاية السنة دي من 50,000 الجائزة المركز الثالث إلى 100,000 في المركز الأول. تطور المسابقة كان في الأول إديشن كنا لسه عندنا تحدي إن إحنا نتكلم مع الناس اللي شغالين في الصناعة وشغالين في المجال كأوبريشن مينتنس وشغالين في الفيد نفسه، إن هم يربطوا العلم بالعمل اللي هو بيعملوا، يبتدوا يعملوا أبحاث في المجال التطبيقي اللي هم بينفذوه. فكان التحدي في الأول كبير. ففي الإديشن الأولاني كان ست مش متقدمين الأكسبتد، ست أكسبتد أبحاث يعني. في الإديشن الثاني الدنيا اتطورت شوية بقت 11، في الفيرجن الثالث بقت 46، مع العلم ان هم كانوا اصلا اول ما ابتدينا نتكلم في طبعا بيتقدم الابستراكتس الاول، كان عندنا 80 ابستراكتس السنه اللي فاتت كانوا 11. فاحنا الدنيا الحمد لله اتطورت، ودي طبعا هو بنتكلم في كل المجالات اللي موجوده اللي ليها علاقه بالميه، ديسلينيشن ووتر ويست ووتر انرجي ان ديسلينيشن اند اندستريال. لما بعد كده حصل اكسبتنس 72 بيبر، بعد كده الـ submitted papers full papers كانوا 52، اتقبل منهم 46 بحث، و 6 لم يعني ما تقبلوش الكريتيريا بتاعت التحكيم. هنا بنتكلم على عشان العدد السنه دي كان كبير وعشان نحقق الشفافيه عملنا حاجتين. اول جزء ان انا ما عملناش ان يعني blind peer reviewed، اللي بيحكم ما يعرفش مين البتاع. فهو انا عندي البحث فبقيم علم او حاجه تكنيكال فقط بدون الدخول في اي ناس. الجزء الثاني ان انا عندي مغطي مجالات كتير، مغطي التوبكس كلها تقريبا ما عدا الووتر بروجكت كونستراكشن مانجمنت ووتر بابليك برايفت، عشان ما حدش قدم فيهم. عندنا الويست ووتر كان محقق 44% من الابحاث المتقدمه، 15% ديسلينيشن، 11% اندستريال ويست ووتر، 30% دريكنج ووتر. وعشان العدد كبير فقررنا احنا نعمله على مرحلتين. الفيرست ستيج كان عندنا 46 ابليكانتس، طبعا بنتشرف بلجنه التحكيم اللي موجودين من مجالات من ديفرنت باك جراوندز، مجال اكاديمي، مجال براكتيكال، ومن جوه مصر ومن بره مصر. فالفيرست ستيج دي طبعا اللي تحت ده هو الاكواد اللي احنا عملناها للابحاث عشان ما يبقاش ما حدش عارف مين اللي بيحاكي مين عشان يبقى فير. دي الارقام او التقييمات بتاعه المحاكمين كفيرست ستيج، كانوا حوالي اكبر من 70% بيمثل 65% من عدد الابحاث، فكان رقم كبير جدا. فقررنا ان احنا ننارو العدد ده شويه الى
20% من الابحاث اللي هو كان اكبر من 90%، فكانوا ده بيمثل 20% من العدد الابحاث اللي موجودين. ف ال 46 ابليكانتس بعد ما عدوا الفيرست ستيج وصل عندي 9 هم اللي دخلوا في السكند ستيج. برضو النسب كانت برضو تقريبا مقروبه في بالنسبه للمجالات المختلفه. المجالات الميه عندي 45% ديسلينيشن ويست ووتر، 11% ديسلينيشن، 11% برضو اندستريال ويست ووتر، و33% ميه درينكينج ووتر. في السكند ستيج كان جزء من لجان التحكيم طبعا عشان العدد اقل وعشان التخصصات، عشان احقق التخصصات المختلفه للتام، عشان يعني لازم التخصص يبقى متوافق مع البحث. فدي طبعا لجنه التحكيم في المرحله الثانيه. الجزء النهائي خالص بالنسبه للسكند ستيج ده كان التقييم اللي موجود بالنسبه للابحاث والتقييمات، وعندي المركز الاول والثاني والثالث جايبين درجات هنعرفها يعني تقييمات اللي تعرفها دلوقتي. ده جزء برضه من الايفوليوشن بتاع المسابقه، ان انا في الفيرست اديشن كان عندي المركز الاولاني طبعا هيلد لان ما كانش فيه الابحاث لسه كان في بدايتها. المركز الثاني كان واخد 60.8 كتقييم، الثالث كان 49.4. حصل تطور وتحسن في مستوى الابحاث المقدمه. الفيرست بليس بقى 81.25%، الثاني 80.38%، الثالث 76.6. في الاديشن الاخير اللي موجود النهارده لا الدنيا اتطورت بشكل اكبر بكتير، انا بتكلم في 93.67%، الثاني 90.67%، الثالث 90%، مع العلم ان هو ده مش محكم واحد، لا ده عدد من المحكمين وده الافريج بتاعهم. نحب نتشرف بلجنه التحكيم يشرفونا على الستيج. في باشمهندس ياسر عقبة هنا، باشمهندس ماجد غرابة، أنا مش شايف لو حد، باشمهندس ماجد غرابة هنا أو في بعض طبعا المحكمين زي ما حكوا في ناس أجانب، مستر راما اللي هو تالت واحد من الشباب، اتفضل باشمهندس، هو موجود يعني قدام 10 دقايق ويجي إن شاء الله نكرمه بعد اتفضلوا حضرتك الدكتورة رباب، باشمهندس ياسر، باشمهندس إبراهيم، باشمهندس عطية خاطر ممكن تشرفنا نيابة عن الدكتور كان معانا النهاردة، السنة دي برضه الدكتور أحمد معوض، بس هو يعني كل الناس جاية في الطريق، كان جاي على الميعاد يعني كل جاي على الميعاد. شكرا. هنستأذن حضرتكم بس هنكرم السادة المحكمين معانا وبعديها على طول نعلن النتيجة إن شاء الله. شوفوا هات دكتور رباب، دكتور مروة، يعني الترتيب ما عندهمش مشكلة، ما فيش مشكلة في الترتيب يعني. دكتور رباب أبي إبراهيم العجوين، باشمهندس ياسر رضوان،
دكتور هيل من فباك هتسلمها للبشمهندس احمد. مستر رونالدو من اي ار اي برضه في فروم ذا ستيتس هيستخدمها نيابه عنه المهندس عطيه خاطر. في طبعا في ناس ما جاتش بقى هنبعت لهم هنعلن النتيجه ان شاء الله. احنا طبعا فضلنا نعلن النتيجه في وجود الساده المحكمين وان هم المحكمين يعلنوها يعني مع الدكتور حاتم. دلوقتي هنبتدي هنعلن المحكمين النتيجه. هترجع تاني مفيش مشكله. طب انا حابب بس انوه على ما الناس ان احنا ان شاء الله كل السيشنز هتبقى بالانجليزي. احنا بس عملنا عشان في معانا ناس من اجانب يعني في السيشنز كل السيشنز والدسكشن ان شاء الله يبقى موستلي بالانجليزي. بس احنا قلنا الجلسه الافتتاحيه بما اننا في مصر يعني خليها يعني النبي عربي خليها بالعربي. هنعلن ال 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 طب استاذن حضراتكم ممكن نيجي كده مجموعه كده عشان الشاشه تظهر عليها خلي الدكتور رباب مع حاتم عشان الصوفي زين. المركز الثالث البيبر تايتل تريتمنت اوف اندستريال ويست ووتر ابلاينج اس بي اي 15 ميزوبورا سيليكا موديفايد ويز جرافاين اوكسايد اند هيماتايت نانو بارتيكلز. دكتور سيد شمس ممدوح ست لو ايهاب شرفونا ست لو عصام ست لو عصام شرفونا نشارك في تسليم الجوائز ست لو عماد. الفايزة بالمركز الثاني دكتور هديل جلال الشربجي
البيبر تايتل ريموفال اوف ميثيلين بلو داي فروم اكواس ميديوم يوزينج ايكو فريندلي شيتو سان ابزوربر. الفايز بالمركز الاول دكتور عبد المجيد ابو بركه. البيبر تايتل اوبتمايزيشن اوف جرافين اوكسايد باي شيتوسان فور هاي افيشنسي كوجوليشن فلوكوليشن بروسيس اوف كونتامينانت رو سيرفيس ووتر. مبروك. Thank you.